هل علمت أن التمريض هي مهنة سامية وتعد من أشرف المهن على وجه الأرض؟ هل علمت أن أول ممرضة في الإسلام هي رفيدة بنت سعد الأسلمي؟ هل علمت أن أول ممرضة في مصر هي مريم أمون كواحد الأسرة الرابعة؟ هل علمت أن اليوم العالمي للتمريض يوم 12 مايو من كل عام حيث وصف الذكرى السنوية بميلاد فرانس ناتنجيلي ولدت عام 1820 في إيطاليا؟ والآن مع كلمة الدكتور علي أبو العدل الأساسي في إنشاء مدرسة بلول للتمريض مع مساعدة في هذا اليوم المبارك من ايام الله ونحن نحتفل بتحرير اول دفعه من مدرسه التمريض بأبو داود يطيب لنا ان نرحب بكم جميعا وبالسيد الدكتور حمد عوض مدير الاداره الصحيه بجمعية انديد والاستاذ عوض مدير نائب رئيس نائب رئيس مجلس مدينه جمعية انديد ونرحب بكل الساده الحضور كما نرحب بالساده والسيدات المدرسين والمدرسات والاداريين والعمال بالمدرسه الذين كان لهم الفضل في تفوق ونجاح الطالبات. كما اتقدم بخالص الشكر والتقدير الى الجنود المجهولين الذين ساهموا بمجهودهم واوقاتهم واموالهم في تجهيز المدرسه من الالف الى الياء وعلى راسهم الحاج شاكر العدل والحاج السعيد الشبر. وخالص الشكر والتقدير الى نائب مجلس النواب الاستاذ احمد حمام الذي كان له المجهود الاكبر في الاتيان بالموافقات من وزاره الصحه. وخالص الشكر والتقدير الى اولياء الامور الذين احسنوا التربيه ووفروا سبل النجاح لاولادهم. ما فيش سقفه لاولياء الامور ونرحب بكل الساده الحضور. واخيرا اتقدم باكمل التهاني لبناتنا الطالبات. اول دفعه ستظل لها الاثر الجميل والذكرى الحسنه في نفوسنا على مر الزمان. وكلمة حق لقد رأينا من كنا الأدب والاحترام والأخلاق الحميدة والالتزام والحرص على طلب العلم والاحترام والحرص على النجاح والتفوق. فألف مبروك ونتمنى لكم التوفيق في حياتكم المستقبلية وفي المرحلة الأخرى في جامعة المنصورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور علي على هذه الكلمة الموجودة عن مدرسة بلول للتمريض. فكاهة لبنات التمريض بنات أبو داود. مريض لبناني
يقول لممرضته: أنا مريض سكري وأنت أنسوليني. أنا مريض سكري وأنت أنسوليني. أقدم لكم حديث الدكتور نضر يعقوب، يقول لكم: أنتم تقومون بأكبر دور نبيل وتقومون مع المريض أطول فترة وتنفذ برامج العلاج فضلا عن رعاية المرضى ونظافتهم وراحتهم. والآن مع الطالبة رضوى سعد، تفضل. ملائكة الرحمة في صم تعمل حسنائي تجتاح اليأس القاتل، تحمل في صدر الأنس عطفا وحنانا وسلاما نورا وضيا للمرضى، تطوي كل الأحزان بدرا وملاكا لا ينسى، تحمل حب الأوطان لا تظلم أو تحقد يوما لا تفصل بين الأديان، شعلي من شأن الإنسان تحمل وجها بساما لا تخشى زم الأيام، لا تغمض تلك الأجفان في صبر تطوي الأحزان، تحيا مناة للرحمة تشفي أوجاع الإنسان. ملائكة الرحمة، شكرا. والآن مع قصيدة رنا اعتباد، تفضل. بنكتب بالقلم حكاية وبنقاوم علشان نحميه، ومش خايفين يقولوا ماتوا على الجبهة بعمر جديد، هنفضل على الوجع صابرين ومش هنلوم أي ظروف، عيون سهرانة مش بتنام، قلوبنا مات جواها الخوف، ولو سألنا عن الأحوال هجاوبك إننا ثابتين، في عز الشدة متحدين، يمر اليوم علينا شهور وهنكمل ولو سنين، بنضحي بحياتنا عشانك وبنناديك بعيون الصوت تفضل طول اليوم في مكانك لأجل ما تحمي الناس من الموت، وامنع أي خوف من بكرة وازرع حواليك كل أمان، بكرة يعدي ويكون ذكرى ويبقى كورونا ماضي وكان، طول ما الشعب المصري واعي هيزود في بلادنا الرخاء، اعزل نفسك ساعد جيشك يحميك من نشر الوباء، وأخيرا وليس آخرا فإن التمريض كله والممرضة بعينها تكون أسرة لأسرة. والآن مع طلبة الطالبة سؤال جنب بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أساتذة المعلمين، إخوات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، يسرنا نحن طلاب الصف الثالث بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض أن نرحبكم في هذا اليوم والذي نحصد فيه جميعا ثمرة ثلاث أعوام من العمل في مجال التفوق الدراسي وبرامج الأنشطة المدرسية. في هذا اليوم الذي نوقع فيه نحن طلاب الصف الثالث الثانوي بهذه المدرسة مدرسة التمريض هذا الصرح العلمي، سائلين الله لكم التوفيق والسداد، نرجو منكم المعلمين الأجلاء وفقكم الله أن تسمحوا لنا بأن نخصكم بخطاب خاص، خطاب تكتب كلماته من أعماق قلوبنا ومن صميم أفئدتنا. معلمون لم نرى مثلهم في حياتنا، أخوات تهون العقبات والمصاعب بمجرد سماع أصواتهم، أخوات يدخلون السرور والبهجة إلى قلوبنا بمجرد رؤيتهم. نعم، لقد كانت إخوتنا رمزا للوفاء والمحبة والإخلاص، همسات ألم تبثها قلوبنا، دموع حزن تذرفها أعيننا، إلى من أضاءوا دروبنا وأنسوا أيامنا، إلى من عشنا معهم أجمل وأسعد لحظات أيامنا. لا نستطيع أن نقول إلا هذه الكلمات، لقد أشرقت شمس اللقاء فكان لابد لهذه الشمس من الغروب لتتركنا في ظلمة الفراق ووحشة الوداع، وألم لا ينساه الفؤاد لنقول حان الوداع. معلمينا، سنفترق بالأجساد ولكن قلوبنا ستتصل مع بعضها بالمحبة والذكرى، إننا نتحدث إليكم فاضجوا لنا بآذانكم وافتحوا
يا معلمين، ها نحن قد أشرفنا على الانتهاء من المرحلة الثانوية وسوف ننتقل بإذن الله تعالى إلى المرحلة الجامعية، وإننا نعيش هذه اللحظات المهمة الحزينة لأننا نودعكم ولا ندري هل نلقاكم مهلا نلقاكم أم لا. ونحن نقول لكم سلام الله إني مودع وعيناي من مد الفراق لتدمعه، فإن نحن عشنا يجمع الله بيننا وإن نحن متنا فالقيامة تجمعه. وقبل الختام أخواتي الطالبات، إن المجتمع والوطن والأمة بحاجة ماسة إلى الشهادات العليا والتخصصات العلمية. أنتم هنا المستقبل، أنتم ملائكة الرحمة، كونوا أصحاب نفس طواقة وهمة عالية، وليكن هدفكم شهادات الماجستير والدكتوراه، واستعدوا للبذل والتضحية للوصول إلى القمة، ولا تنسوا قول الشاعر: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر منها. اللهم يا رب العالمين، يا رحيم يا كريم، هؤلاء إخوات الطالبات يودعون بعضهم البعض اليوم وهم سائرون في دروب الحياة، كل ميسر لما فطره. اللهم احفظهم بحفظك وارزقهم التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبينا وعلى آله وصحبه. والآن مع تقديم شهادات للطلبة تمريض أو جهود للثانوية. الطالبة داليا محمود سعد، اتفضل داليا محمود سعد. هذا عادل الإمام.
Thank you.